صباح الورد وصباح الفل، واهلا بيكم في اسبوع جديد وبدايه جديده في صباح الورد وقناه تان تي في. النهارده ان شاء الله معانا مجموعه فقرات مهمه جدا ومرتبطه كمان بزوايا مختلفه بنهايه عام وبدايه عام جديد. يا رب يكون كله خير وسعاده على الكل. صباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا سمر، ووحشاني جدا جدا. وانت كمان يعني وحشاني جدا. الايام القليله الحلوه اللي احنا بننزل فيها شغل مع بعض. بالظبط. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. ويا جماعه لازم اقول نور لازم اقول لها ميرسي عشان اول واحده تجيب لي هديه بمناسبه السنه الجديده لسه مدياني النهارده الصبح. فيعني شايفين الحاجات الحلوه دي حاجات تفتح النفس على السنه الاولى كده، السنه الجديده اللي جايه. انا كنت سكرت سانتا، بس انا ما ببقاش سكرت او ما بعرفش ابقى سكرت قوي. اتفضلي يا سمر على طول. انا بحب الناس يعني بحب الحاجات تبقى بسيطه وواضحه وصريحه كده عشان الناس تبقى مستريحه نفسيا. ما ينفعش يبقى الواحد ليه تو فيسز او في كفر على وشه. شايفين يا جماعه احرجت والله. وبعدين هديه جميله في بدايه سنه جديده كده اتفاجئت بيها. الحاجات المفاجاه دي بتبقى حاجه حلوه قوي. ميرسي يا نور، كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل الناس دايما في سعاده وخير يا رب. وعايزين نقول لحضراتكم ان الفقره الاولى هتكون معانا عن حصاد جانب مهم جدا من المشروعات القوميه والانجازات اللي طبعا شهدها عام 2018، وبالتحديد هنتكلم في المشروعات الخاصه بالاستزراع السمكي اللي نقلت مصر نقله كبيره جدا جدا في مجال الانتاج السمكي. طبعا كان محدش ينكر ان احنا كنا بنشهد عجز كبير جدا على مدار السنوات الماضيه كلها، لكن النهارده ضيفنا في الفقره دي هو النائب ايهاب غطاطي عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب. هيشرح لنا اكتر بالارقام وبالادله وهيقول لنا على كل الايجابيات اللي حصلت في هذه المشروعات يعني، والنقله اللي فعلا تمت في السنوات الاخيره واللي كلنا لاحظناها. يعني اعتقد ان المواضيع بقت على ارض الواقع، مش مجرد كلام، مش مجرد مشروعات بتكتب في ورق وتتحط في الادراج، كلها بقت قدام عينينا نقدر ان احنا نروح لحد الاماكن بنفسنا ونشوف كل ده. هيكون عندنا فقره مفصله عن هذه المشروعات ان شاء الله. مظبوط. اما بقى الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن حاجه يمكن قريبه لقلبنا كلنا، هنتكلم عن الحصاد الفني لسنه 2018. يمكن كان في مجموعه كبيره جدا من الاعمال الفنيه، مجموعه ضخمه من الاعمال الفنيه، في بعضها حقق نجاح كبير والبعض الثاني كان سبب في وجود جدل وخلافات في الراي، يعني الناس كانت بتختلف عليه شويه. لكن في فقرتنا هنحاول ان احنا نقف كده ونحط دايره وخط احمر على الحاجات اللي نقدر نقول انها كانت من الافضل في عام 2018. يعني مثلا هنتكلم عن افضل فيلم، افضل ممثل، افضل مسلسل، موسيقى تصويريه، ديكور، لبس، كل حاجه هنتكلم عنها. طبعا ده هيكون اجتهاد مننا ان احنا نحاول نقيم اعمالنا الفنيه في 2018. وكمان هيكون ضيفنا في الفقره دي يعني هو ضيف عزيز صراحه جدا على قلوبنا، وهيكون زي ما بيقولوا كده ختموه مسك ان احنا نتكلم عن الفن مع الناقد الفني والكاتب الصحفي استاذ احمد سعد الدين. ان شاء الله تستمتعوا بالحلقه النهارده ان شاء الله. وطبعا الفن يا جماعه هو ليه دور يعني مش اقل من اي دور تاني بيحصل في البلد، وشفنا على مدار برضو الفتره اللي فاتت القوى الناعمه، وشفنا قد ايه نفسه سياده الرئيس يعني دايما بيأكد على موضوع الفن. الفن لازم يوصل في الآخر رسالة إيجابية هادفة، مش مجرد ان هو نعمل حاجات لمجرد ان هي تجارية اكتر او الناس تحب تشوف الحاجات اللي زي ما بنقولها في الهبطة، يعني خليني عفوا اقول حاجات زي دي. بس احنا شفنا قد ايه دور الفن مهم جدا، وان شاء الله هيكون الفقرة التانية معنا هنتكلم بشكل مفصل فيه. طيب قبل ما نبدأ مع حضرتكم جولتنا الإخبارية السريعة زي ما بنعمل كل يوم النهارده، بس عايزه اقول لكم على خبر حلو قوي. طبعا اللي تابعوا معانا من فتره كان معانا فقره احمد الشاب اللي انا نفسي ونور واي حد من زمايلي هنا مش هيسميه حاجه غير ان هو بطل طبعاً. مش زي ما بنقول بقى حد متعافي من الادمان. احمد كنا عملنا معاه لقاء وزعناه وحضراتكم تابعتوه، كان اللقاء ده كان الاسبوع اللي فات. وهو كان قال في لقائه حاجه مهمه قوي، قال انه بعد الشفاء من الادمان الحمد لله طبعا لمده 5 سنين اكبر حلم ليه هو انه والدته تسامحه ويرجع ليها ويرجع لبيته. تعالوا نفكركم بجزء بسيط كده من الفقره ونرجع لحضراتكم ونكمل الخبر الحلو اللي معانا. عرفت قيمه الاهل، وعرفت قيمه ان الواحد يبقى اهله موجودين وفي ظهره. شفت ناس كتير بطلت واهلها معاها وحياتهم بقت احسن بكتير. انا يمكن الدنيا لسه ايه تاخد وتدي معايا عشان لوحدي. انا مش عايز حاجه من اهلي، انا بس محتاج ان انا يعني محتاج يبقى لي اهلي. غلطت في حقهم كتير، عملت حاجات غلط كتير،
زعلتهم كتير وانا اسف يعني، انا اسف ويعني يا ريت يطول بيا العمر عشان اقدر اعوضه. مامتك بالذات عايز تقول لها حاجه؟ انا غلطت فيها كتير. دايما الام المصريه الضنا غالي عندها مهما حصل من اخطاء. اكيد هي ممكن تسمع رسالتك بشكل تاني، انت حابب تقول لها ايه هي ليها هي لوحدها؟ وحشتني اللوبيا اللي كانت بتعملها. كانت بتعمل عليها طبق لوبيا. ودي حاجه بسيطه بس ممكن لا بجد يعني حتى الاكل انا مش عارف اكل من ايد احد، يعني مفيش اكل ليه طعم. حقك عليا، وانا بحاول اعمل حاجه عشان خاطر اثبت لك بيها ان انا اتغيرت. يعني الحمد لله طبعا، مبروك يا احمد الاول، والحمد لله امبارح يا جماعه عرفنا ان امنيه احمد فعلا على وشك ان هي هتتحقق. والدته الفاضله السيده الجميله اللي كانت زعلانه منه بقالها 5 سنين خلت اخت احمد تكلمه وتقول له ان هو يرجع البيت، وان شاء الله خلال ايام قليله جدا احمد هيكون في بيته في حضن والدته واسرته. واحنا سعادتنا بالموضوع ده بجد ما تتوصفش، لاننا كنا الحمد لله السبب وطرف في الخطوه الجميله دي. ربنا يسعدهم يا رب ويسعد كل شاب. واكيد حسام يا جماعه مبسوط جدا جدا، زميلنا حسام طبعا بنحييه على هذا الحوار، واكيد هو مبسوط وكلنا فعلا مبسوطين لما حد بيرجع لحياته الطبيعيه، وحد بيبقى عنده مشكله ما ادمان او اي شيء من الانواع دي وبيرجع وبياخد الخطوه هو بنفسه ويرجع عنها ويبقى في حنين قد كده للاسره ووالدته العظيمه. بنحييه وبنحييها ومبسوطين، وخبر من اخبار مفرحه. انا يعني بصراحه في منتهى السعاده، لان انا كنت موجوده في الحلقه دي ووجهت رساله للام في اخر الحلقه، ويعني قلت لها كلام من القلب انه يعني ما حدش يقدر يبعد عن ضناه ولا يقدر يبعد يسيبه كل ده، وخصوصا لو الدنيا زي ما بيقولوا كده بتلطش فيه، يعني حرام. وهي كأم وقلب الأم وروح الأم لما تشوف الـ 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 الرسالة دي أو لما تشوف حلقة زي دي وتشوف ابنها وهو نفسه يرجع لحضنها ونفسه يأكل من إيديها، أعتقد أنه لازم دي حاجة تلين الحجر الصراحة. وطبعا هي كأم قلبها حن الحمد لله، وإن شاء الله أحمد هيرجع لبيته بالسلامة. بس أنا ليا طبق لوبيا معاك، يعني بص يا أحمد أنا بتفق معاك في موضوع اللوبيا ده، لأن أنا كان برضو من ساعة مامتي توفت ما أكلتش لوبيا حلوة. أنا ليا طبق لوبيا مناسبة بقى أو حلاوة رجوعك لبيت والدتك والحضن والدتك، ويا رب ابدا ما في حاجه تفرقكم وما تقعش في اي مشكله تانية. طيب احنا معانا خبر عاجل حالا، يعني وزاره الداخليه بتعلن عن مقتل 40 ارهابي في 3 اوقار بالجيزه وشمال سيناء. والحقيقه ضربات متتاليه لقواتنا، قواتنا قوات الداخليه وقوات الامن كلها، وده كان خبر عاجل معانا. 40 ارهابي يا جماعه في شمال سيناء والجيزه تم قتلهم اليوم، وده كان عاجل معانا حالا من وزارة الداخلية. ده طبعا في إطار تأمين احتفالات الكريسماس، وده شيء احنا عارفينه ان الداخلية عمرها ما هتسكت على الناس زي دي وهتقضي عليهم فورا. احنا بكل قلوبنا بنقول يعني زي ما بيقولوا كده عايش ما شاء الله، يعني ربنا يقويكم ربنا يحميكم وينصركم على الناس اللي زي دي الإرهابيين، وتقضوا عليهم تماما ونعيش بإذن الله في سلام بفضل ربنا طبعا وبفضلكم وبفضل سهركم لحمايتنا. يعني تحيا مصر دايما، تحيا مصر يا جماعه، تحيا مصر برجالتها، تحيا مصر بجيشها، تحيا مصر بوزاره الداخليه بتاعتها كلها، بكل الناس اللي بتضحي باخر نقطه دماء عندها عشان تحمينا وتحمي البلد. مظبوط. نروح بقى على اخبارنا سريعا. وامبارح لاول مره رفع الأذان من مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية، وطبعا العاصمة الإدارية الجديدة طبعا، في مشهد بديع بثته على الفيسبوك، كان عاملين لايف على الفيسبوك والأذان بيدن العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا المسجد واحد من أضخم المساجد في العالم، وبيقع على مساحة بتسع تقريبا 12,000 فدان، وبيضم مهبط طائرات وفي دارين للمناسبات، كمان في بدروم بيحتوي على كل
الخدمات المسجد بالكامل. مسجد الفتاح العليم هو أحد الإنشاءات اللي طالتها إشاعات كتير زي العاصمة الإدارية الجديدة، والبعض ادعى أن تكلفته باهظة جدا، بينما أنه المسجد دون بطبيعة الحال زي أو زي ما هو معلن تم بناءه أو تم بناءه من التبرعات اللي الناس كانت بتتقدم بيها هو وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة الناس الشعب المصري مش بيبطلوا أبدا أن هم يتبرعوا لبلدهم وعايزين يشوفوا بلدهم أحسن، وده الحقيقي اللي حصل. المسجد والكنيسة اتبنوا بفلوس التبرعات. خلينا نروح نشوف ونسمع انطلاق الأذان من العاصمة الإدارية الجديدة ونرجع لكم على طول. حاجة جميلة جدا وحاجة كده تقشعر ان احنا نسمع صوت الأذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. بنشوف التقدم وبنشوف كل حاجة بتحصل قدام عينينا، كل حاجة جديدة بتحصل على أرض مصر قدام عينينا. بس ليا طلب صغير قد كده اهو. طبعا المؤذن صوته كويس جدا وحلو جدا، بس يا ريت لو تكمل بحد برضه صوته يكون يعني عنده نغمات في صوته أو صوته يكون طربي شوية، فعلا يعني هتبقى حاجة بيرفكت جدا، ودي حاجة بصراحة مبهرة. أنا مبسوطة جدا طبعاً. وألف مبروك على كل الشعب المصري، حاجة جميلة الله زي دي. الله أكبر وتحيا مصر تاني يا جماعة. ألف مبروك طبعا على بناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن أخبار مفرحة دايما الإيجابية. خلينا ننتقل مع حضراتكم لخبر تاني خاص ببيان أصدرته الهيئة القومية للبريد امبارح، بتقول فيه إن البريد المصري أطلق 36 خدمة من خدمات المحليات عبر مكاتب البريد، وإن الخدمات دي هتكون إن شاء الله متاحة كمرحلة أولى في الإسكندرية وبرج العرب. ده طبعا تمهيدا لتعميمها في جميع المحافظات الخاصه طبعا محافظات مصر. قال كمان الاستاذ عصام الصغير رئيس الهيئه ان الخطوه دي ضمن خطه شامله للدوله لميكنه الخدمات وتطوير التواصل مع الجمهور، وخطوه مهمه جدا وبنطالب دايما بميكنه كل ما يخص التعامل مع الجمهور. خلونا نفهم اكتر ايه هي نوعيه تلك الخدمات. طبعا خدمات كثيره، 45 خدمه، ازاي هيتم اتاحتها الكترونيا من خلال طبعا مداخله مع الاستاذ عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب اولا. وانت طيبه وجميع المستمعين والمشاهدين يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. يعني بنتكلم على 36 خدمه من الخدمات المحليه، ممكن توضيح اكتر لهذه الخدمات؟ احنا فتحنا فعلا من يومين في الاسكندريه بجميع مكاتب اسكندريه وبرج العرب. النهارده اي مواطن بيطلب اي خدمه من 36 خدمه الخاصه بالمحليات، زي مثلا على سبيل المثال طلب معاينه هدم، اتحاد ملاك، اسانسير، اللي هي اكثر 36 خدمه بيطلبها المواطنين، النهارده بقت متاحه في اي مكتب بريد في الاسكندريه. حلو قوي. فبدل ما كان بيضطر مثلا ينتقل من قريه او ينتقل من مكان بعيد لمكتب للمكتب الرئيسي مثلا المدينه ويبقى في ضغط، النهارده لا، بيروح اي مكتب بريد بيقدم الخدمه هناك في نفس اليوم. الخدمه والطلب بتاعه بيتنقل ل فتحنا مركز يعني انهاء خدمات محلي داخل مبنى المحافظه نفسها. موجود فيه كل موظفين البريد وموجود فيه موظفين من المحليات، وبالتالي بنقدر نخلص الطلب بتاعه في اسرع وقت. فور جاهزيه الطلب بيروح له اس ام اس ان الطلب بتاعه جاهز، والمواطن عنده اختيارين وهو بيقدم الطلب. لما يستلم الشهاده بتاعته بمكتب البريد او ان هي تروح لحد البيت. حلو جدا. طيب يقدر يتابع الطلب
في اي لحظه على الموبايل ابلكيشن بتاعنا، يعرف حاله الطلب بتاعه ايه، او عن طريق الويب سايت بتاع الهيئه. وامتى يا فندم هتبدا الخدمات دي تكون موجوده او متاحه؟ بدات بالفعل، وبدا الناس استخدامها. بدات الناس تستخدمها فعلا، بدات الطلبات توصل لمركز المعالجه المركزي بتاعنا داخل مبنى المحافظه. ان شاء الله برضو اسبوعين ثلاثه بالكثير هتبدا في محافظه بورسعيد، وتوالي هتكون موجوده على مستوى الدوله بالكامل ان شاء الله. استاذ عصام، يعني بنحييكم على الخدمات دي، بس يعني احنا طماعين، انت عارف دايما اكتر عندنا كده، بنحب نطلب اكتر. امتى هتعمم في باقي محافظات مصر؟ احنا يعني ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هنبدا تجهيزات في بورسعيد. تنطلق في بورسعيد، بعديها جاري تنسيق برضو مع محافظه الجيزه. يعني حاليا يعني اغلبيه المحافظين بيتواصلوا معانا انه عايزين نبدا الخدمه، لانها طبعا بتشيل عبء جامد جدا على المواطنين. صحيح. النهارده بقى تقريبا البريد بيقدم كل الخدمات الحكوميه. النهارده شهاده براءه الذمه اللي خاصه بالمرور من اسبوعين بتستخرج من البريد، تقدر تحصل عليها وانت واقفه. حلو جدا. بدل ما كنت بتضطري تروحي للمرور وتقفي في الزحمه او نيابه، او النهارده بتاخديها من مكتب البريد. اطلقنا شحن عدادات الكهرباء المسبقه للدفع، النهارده متاحه في كل مكاتب البريد. دفع الفواتير، مصاريف المدارس كلها بقت في مكاتب البريد، وبالتالي الحمد لله اي مكتب بريدي النهارده من ال 4000 فرع بقى منصه لكل الخدمات. طبعا. عظيم يا فندم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ عصام الصغير رئيس الهيئه القوميه للبريد، خطوات قاعدين نقول لكم اهو، اخبار كلها ايجابيه. خلونا نرجع تاني لخبر وزاره الداخليه، واصدرت وزاره الداخليه بيانا صباح اليوم السبت كشفت فيه عن توجيه عده ضربات امنيه ومداهمه لاوكار عناصر ارهابيه كانت بتجهز لتنفيذ سلسله من العمليات العدائيه تستهدف مؤسسات الدوله خاصه الاقتصاديه ومقاومه الصناعة وصناعة السياحة، رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية أيضا، وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيا بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، استمرارا لجهود الوزارة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مقدرات الوطن. فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقاومة صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة. طبعا دي كانت تفاصيل أكتر، وتابع البيان أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوقار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء. ده طبعا عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا على النحو التالي: 14 إرهابي بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابي بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات محافظة الجيزة، وعدد 10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابن بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء. واسترد البيان كما أن تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة والعبوات الناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات. وده كان تفاصيل الخبر العاجل اللي معانا، وزي ما بنقول دايما إيد بتبني وإيد بتحمل السلاح، تحيا مصر دايما. ويعني احنا في امان طول ما الناس دي عايشه معانا، بتضحي زي ما قلنا باخر نقطه دماء عندها، ما بيهمهاش اي حاجه، بس عشان احنا نبقى عايشين في امان واستقرار. تصفيه يا جماعه 40 ارهابي كده، خبر سعيد على الصباح على بدايه ومشارف سنه جديده. الحقيقه هو خبر سعيد، يعني يمكن الناس ما حدش بيفرح في الموت، لكن تصفيه 40 ارهابي من قبل وزاره طبعا الداخليه والقوات المسلحه هو خبر سعيد، ونبدا بيه بدايه كده جميله لسنه جديده ان شاء الله كلها خير وسعيد.
الكلام بإذن الله. خلونا بقى نروح للأخبار الإيجابية برضو. النهاردة أخبارنا كلها إيجابية زي ما قلنا، والمتعلقة المرة دي بقى بالسياحة، هي إن الأهرامات اليومين اللي فاتوا شهدت زيارة غير معتادة من كذا حد. كان أحد أبطال الزيارات دي جينيفر جيتس ابنة بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وتاني أغنى رجل في العالم، وصديقها المصري نايل نصار. جينيفر نشرت على حسابها على إنستجرام صورة للأهرامات والنيل من احد فنادق القاهره، ونصار يعني تقريبا صوره حتى صوره تجمعهم هما الاثنين في العاصمه المصريه القاهره، ونالت الصورتين سيل من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من الاهرامات بقى لمدينه اسوان، واللي اختارتها ملكه بلجيكا ماتل دوجت برابانت زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا علشان تقضي اجازه الكريسماس فيها، في زيارة سياحية هتستغرق 3 أيام برفقة الأسرة المالكة. ملكة والأسرة المالكة هيزوروا معالم مدينتي الأقصر وأسوان والمعابد الأثرية قبل ما يرجعوا مرة تانية لبلجيكا. الحقيقة ده خبر جميل جدا، هم موجودين في أسوان وهيروحوا الأقصر كمان وهيقضوا رأس السنة هناك. الناس كلها بتفكر، أو يعني عموما إحنا هنا في مصر بنفكر إن إحنا نطلع برا ونسافر نتفسح في حتة تانية، أما الأجانب الملوك والأمراء وأشهر الناس الموجودين في العالم، أشهر الشخصيات الموجودة في العالم بتختار مصر، ومصر بتكون قبلتهم في رأس السنة عشان يقضوا سنة جديدة ما بين الأهرامات وما بين الأقصر وأسوان والمعابد والحضارة الفرعونية والتاريخ الكبير والأصالة والعراقة. الواحد بصراحة بيكون مبسوط جدا جدا وبيفتخر ان بلده فيها الحاجات الجميلة دي اللي بتجذب كل الناس، عشان مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا كلها ان شاء الله. ويمكن الفترة اللي فاتت على مدار الكام شهر او السنة اللي فاتت او السنتين كمان، شفنا زيارات عديدة جدا من نجوم كبار جدا على مستوى العالم، نجوم عالميين، شفنا ناس من يعني ناس على قدر كبير من التايتلز، يعني ناس زي ما بنقول شفنا ملوك وشفنا امراء وشفنا اخرهم. هي هذه الزياره اللي هتكون موجوده في اسوان والاقصر ان شاء الله. مصر امنه وهتفضل امنه ان شاء الله دايما. وخلينا نروح لحضراتكم لقصه هنشوفها دلوقتي، حقيقه هي قصه جميله جدا، واحنا من الحاجات بقى يا جماعه اللي بتلهمنا وبتدينا طاقه ايجابيه وبتدينا امل وبتدينا كده ان اللي عنده بجد عنده حلم وعنده امل في حاجه بيحققها مهما كانت الصعوبات اللي بتقابله. القصه دي لبنت اسمها شروق. شروق من صغرها يا جماعه وهي بتحلم ان هي تكون مصممه ازياء، لاسباب هنشوفها مع بعض دلوقتي في التقرير ده. ناس كتير كانوا بيقولوا لشروق مش هينفع ومستحيل ومش هتقدري والكلام ده كله، لكن الحقيقه هي قالت ليهم ان هو هينفع، وفعلا قدرت بالواقع مش بالكلام ان هي تحقق حلمها، كمان قدرت ان هي توصله لحلم اكبر وهي ان هي بقت مصممه ازياء عالميه. حكايه شروق هنشوفها في التقرير الجاي ده، ونرجع لحضراتكم عشان نعلق مع بعض عليها. حبيت مجال الفاشن، سبب اللي خلاني احبه ان انا اتعمق فيه ان انا طول عمري من صغري انا بحب البس، بحب يعني كأي بنوته، بس لما كبرت شويه ثانوي دخلت الجامعه لاحظت ان الناس بتبدي اعجاب باللي انا لابساه، الوانك حلوه، ستايلك حلو، ناس ما اعرفهاش خلوا كلموني على الفيسبوك، احنا حبينا ستايلك، حبينا صورك كده. ف يعني عارفه ان هو كنت شويه اللي هو عادي، يعني الموضوع عادي، بس يعني من كتر ما يعني كلام او لفت انتباهي للحته دي قلت طب انا ليه ما ابداش يعني ادخل بقى المجال ده ادرسه كويس قوي. طبعا هي لما لقينا واحد حزنا فيها الموهبه ديت طبعا خدت يعني قلنا لها روحي كورسات، بقت تاخد كورسات في التصميم يعني وكده، وكورسات في التطريز والرسم على الجلد، يعني قلنا احنا هنقف معاكي يعني لاخر يعني مدى يعني لحد انت يعني ايه يعني اللي انت عايزاه يعني كده. ودي تقريبا تاني سنه ليا ان انا مكمله في كورسز الفاشن، وبدات عملت لاين ليا وبنزل شغل ليا وباسست يعني الورشه دي وبس. مرة شفت لها تصميم كنت مبهورة جدا جدا بالتصميم بتاعها،
ولدرجة ان انا يعني انا بحب الخياطة والتصميم، بس كنت دايما بخاف ان انا ما اقدرش اعمل. لما شفت تجربة شروق عرفت ان كل واحد يقدر، ان ده ممكن، ان انا اقدر اتعلم، اقدر بالكفاح، بالتعليم، بالتصميم، بالارادة. لما نيجي نوجهها او نقول لها مثلا نلفت نظرها لحاجة، نلاقيها هي مصممة حاجات، او يعني هي توصلت بفكرها الحاجة سبقت توجيهنا ليها. ان انا كديزاينر انا شايفة اللي قدامي ازاي، ايه اللي هيظهره، ايه اللي هيبين شكله، ايه اللي هيبين طوله، ايه اللي هيبين ان هو لو جسمها مليان شوية، ايه اللي هيخليها البادي بتاعها يعني ان شيب وفت، يعني شكلها متناسق. ده انا بقى كنظرتي بالديزاينر انا بظبطها على باتروني هنا في شغلي، عشان بعد كده لما يطلع على القماش اطلع حاجة مظبوطة ولايقة عليها يعني وعلى جسمها. أكيد في المستقبل أنا نفسي أبقى مصممة أزياء عالمية، تصميماتي أو اسمي على اللي كل حد يبقى لابسه، ويعني أوصل لحاجة بقى يعني يبقى ليها فاشن شوز برا كده، يعني حاجة إن شاء الله يعني كبيرة إن شاء الله في المستقبل. ولسه طبعا مع حضراتكم بنتابع تداعيات ونعرف اكتر عن الضربه اللي وجهتها النهارده والعاجل اللي كان معانا وزاره الداخليه والقوات المسلحه، ومعانا تعليق على الخبر الخبير الامني اللواء فؤاد علام. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك، وتعليق حضرتك على الضربه القويه اللي وجهتها قواتنا، طبعا قوات الامن، واسفر عنها مقتل 40 ارهابي في الجيزه وشمال سيناء. ما فيش شك ان جهاز الامن كده يعني يبقى ناجح وبيحقق الخطه الامنيه المطلوبه في هذه المرحله، انه بيكون مخترق التنظيمات والجماعات الارهابيه ويوجه ليها ضربات امنيه قبل ان تقع في التنفيذ. ده قمه نجاح لجهاز الامن. انما انا شخصيا بتمنى ان احنا نلاقي طريقه ان احنا نضبط مثل هذه العناصر احياء علشان نقدر نحصل على معلومات كاملة عن باقي التنظيمات اللي مظبوط. ما فيش شك انه الجماعات الارهابية دلوقتي اول ما بتحس ان الامن بيقترب منها للأسف بيفتحوا النيران بكثافة شديدة جدا، الامر اللي بيضطر جهاز الامن تبادل النيران انه يتعامل معاهم. انما برضو انا بشوف بقول يا ريت نوصل لطريقة ان احنا نحاصر الناس دول لأطول وقت ممكن حتى يتم ضبطهم احياء لكي ما نحصل على كل المعلومات اللي تفيد. ما فيش شك المجتمع. طيب سيادة اللواء، كنت عايزة اسأل حضرتك في رأي حضرتك دلالة الاماكن اللي كان العناصر الارهابية مختبئة فيها او الاوقار اللي كانت مختبئة فيها زي مثلا اكتوبر، الواحات، العريش، اشمعنى الاماكن دي او ايه دلالة الاماكن دي؟ شوفي، واضح من مدة ان الحدود الغربية لمصر من ليبيا على وجه التحديد هي مصدر الخطر الرئيسي النهاردة في هذه المرحلة. يعني يمكن سيناء امكن اغلاق عملية العبور بنسبة اكثر من 99%، انما ما زالت الحدود الغربية الاماكن اللي حضرتك بتقول ليها دي هي اقرب الاماكن للحدود الغربية. تمام. واضح من مدة ان دي مصدر الخطر القادم. انا من اكثر من 3-4 اشهر وانا بنبه للحتة دي، لان شفت عربيات الدفع الرباعي اللي بتحاول تتسلل من الحدود الغربية بكثافة وبأعداد وكميات من السلاح الضخمة. الأمر اللي كان بيشير إن دي هتبقى منطقة الخطر القادم. وبيختبوا يا فندم وسط المساكن. أخيرا بالتأكيد هتأثر فيهم، وأعتقد إن دلوقتي أجهزة الأمن مخترقة لهذه التنظيمات داخل ليبيا نفسها وبتحط الخطط الكاملة لمتابعتهم والتعامل معهم في الوقت المناسب. سيادة اللواء، البيان كان بيقول ان هم بيخططوا لاستهداف مقدرات مصر السياسية والاقتصادية ودور العبادة المسيحية. تعليق حضرتك في هذه الجزئية.
انا ما اقدرش اعلق على دي الا لما اشوف ايه التفصيلات المعلومات اللي موجوده بتقول ايه الخطط ايه او ما اقدر اعلق عليها بالظبط. طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء فؤاد علام الخبير الامني، وزي ما بنقول كده الرجاله دايما صاحيين والرجاله دايما بياخدوا بطار تحيا مصر دايما، وزي ما بنقول دايما احنا في امان، دايما احنا مطمنين مهما حاولوا مهما حاولوا يهددوا، مهما حاولوا ان هم عندنا خطط وعندنا حاجات كتير جدا عشان نهدم بيها البلد دي، اذا كانت اي حاجه اي جزء في البلد دي هو البلد نفسه. مصر مش دور عباده مسيحيه بس، مش دور عبادة إسلامية، مش أماكن سياحية، مش أماكن اقتصادية وهكذا. مصر هي مصر كاملة متكاملة كلها، كل جزء فيها هو غالي علينا قوي قوي، غالي على رجالتنا قوي قوي، بيقدروا إن هم يردوا في الوقت المناسب وبيردوا بقوة وعزيمة. تحيا مصر دايما. هنفضل واقفين، هنفضل واقفين وبالمصاد يعني كلنا، رجال الشرطة، رجال الجيش، كل فرد وطني بيحب مصر، كل بني آدم شرب من نيل مصر وتربى على أرضها هيفضل واقف وبالمرصاد، كلنا هنفضل واقفين قصادكم ومش هنخلص، واللي بيحصل واللي بتخططوا ليه عمره فهينجح، وعمر اللي انتوا عايزينه ما هتوصلوا له. بالعكس طبعاً. المصير اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي واللي حصل النهاردة هو ده هيكون مصيركم انتوا كمان، لو لسه بتفكروا في مخططات شريرة زي ما انتم متعودين. احنا بلد بتتحدى الواقع اللي هي فيه، يعني اتحدت ماضيها والفترة الحالية احنا بنتحدى الحاضر والمستقبل هنبنيه مهما حصل ومهما تم ومهما حاولوا يعني او مهما حاولتوا او مهما عملتوا اي حاجة عشان تخوفونا. احنا شعب للأسف ما بيخافش، احنا بلد متكاتف مع القوات الامن بتاعته، شرطتنا وقواتنا المسلحه ولدنا. هم ايدينا وهم على راسنا، يعني هم مش بس كده، هم الناس دي احنا من غيرهم ما كناش موجودين دلوقتي، فاحنا ما بنخافش ومصر ان شاء الله ماشيه في طريقها الصحيح. ودي اعتقد يعني انا اقل من ان انا اقول كلام زي ده، اقل من ان انا اقول رساله زي دي، بس الحمد لله. وتحيا مصر دايما. تحيا مصر دايما آمنة وحرة طبعا ومستقلة، كل شعبها معاها ومحدش أبدا هيقدر يفرط في ترابايا أو حبة رمل من أرض مصر. خلونا بقى نروح لحاجة تانية بعيدة خالص عن الرمل، على المطر والبرد والجو. طبعا اليومين دول مفيش أكتر من حالة الطقس اللي شغلة الناس كلها مهتمة بيها، البرد ده، السقعة دي، احنا هنتجمد، الجواكت التقيلة طلعت والبطانيات التقيلة طلعت واللكاليك طبعا طلعت، كل الناس دلوقتي لكليك من زمان قوي طلعت. عندي مشكله مع اللكليك دي. بتحبهاش؟ بحبها جدا، انا رجلي بتبقى تلج. جميل جدا اللكلوك ده، يعني كل واحد بقى يختار لكلوكه على ذوقه، شكل دبدوب او مش دبدوب، المهم ان ايه تكون متدفي. لكن للاسف بقى خبراء هيئه الارصاد بيتوقعوا ان البرد ده هيستمر النهارده كمان، وهيكون الدنيا بالليل برد جدا شديده البروده، وهيصاحب البرد ده امطار على السواحل الشماليه ومناطق من الوجه البحري. خلونا نروح نشوف تقرير بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة عشان تعملوا حسابكم ونرجع لكم على طول. Thank you.
حتى يعني أسوان برد بالليل زي ما حضرتكم شفتوا كده درجات الحرارة معنا اللي مطلع على كلوك يطلع على كلوكين يا جماعة عشان الموضوع بقى صعب شوية الفترة دي. جيب لك كلوك زيادة معايا. جايبها لي ماشي. الحاجات اللي أنت نسيتي تجيبها لي دي. لا أنا عاملة حسابي خلاص اتفقنا كده اتفقنا كده هكمل أنا اليومين دول. عايزين نقول لحضراتكم إن طبعا وإحنا بنتكلم عن الحاجات الحلوة في 2018 مش هينفع ما نوقفش عند صانع السعادة نجمنا العالمي محمد صلاح أبو مكة اللي استطاع إنه يحصد حب ملايين المصريين طول الوقت ده. حاولوا ان هم يعبروا عن حبهم ده يا جماعه بمختلف الاشكال، كل واحد كان بيعمل حاجه من دماغه على ذوقه. من مين بقى اللي حبوا يعبروا عن الحب ده وكميه الحب ده؟ هي شيرين عاطف اللي عملت فيديو مختلف عن مو او محمد صلاح بترصد فيه نجاحاته في 2018 بطريقه مختلفه ومبتكره. خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حقيقة فيديو جميل جدا وشيرين تالنتد جدا جدا واضح حبها لمحمد صلاح. عملت الفيديو شفنا كده زي سوبر ماريو بس مكتوب سوبر مومو. عشان نعرف اكتر عن الفيديو خلينا ناخد على التليفون شيرين عاطف مصممة فيديو صلاح 2018. صباحك صباح الورد يا شيري. صباح الخير جميعا. الاخبار؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. كلنا تمام. كل سنه طيبه. ميرسي. قولي لنا بقى انت ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تعملي فيديو لمحمد صلاح في نهايه العام؟ انا عن نفسي زي ناس كتير بحب محمد صلاح جدا بالرغم ان انا مش كرويه متعصبه قوي بس انا بشوف ان صلاح شخصيه ما تخصش الناس اللي بتحب الكرة بس هو يخص الناس كلها. هو يعتبر قصة نجاح، حد مجتهد جدا، عمل إنجازات عظيمة جدا. فغصب عننا كلنا بقينا بنبص على الشخصية دي. هو مثال للإنسانية. بالضبط، مثال لحاجات كتير طبعا. فأنا من نهاية السيزن اللي فات من دوري أبطال أوروبا كنت حابة أن أنا أعمل حاجة عشان مشواره الموسم اللي فات كان عظيم جدا. فبدأت أن أنا أفكر بما أن أنا جرافيك ديزاينر وأنيميتر فكنت عايزة أعبر عن حاجة بطريقتي أو بالحاجة اللي أنا بعرف أعبر بيها. فبدأت أن أنا أفكر في فكرة الفيديو ممكن أعمل له إيه. فلقيت أن الفكرة جاية في دماغي قوي أن ده مشوار عبارة عن جولز وعبارة عن حاجات كتير إنجازات وعبارة برضو عن مشاكل أو حاجات حصلت في النص. فلقيت أن الموضوع شرح نفسه في دماغي أنه ليه ما يكونش على شكل لعبة سوبر ماريو، اللعبة اللي كل الناس بتحبها وكل الناس بتنسجم معها جدا. فأنا لقيت أنه اللي يبقى فيه سوبر مومو. فبدأت أشتغل عليها، رسمت الكاركتر، بدأت أحط الكونسبت بتاع الألوان، بدأت أجمع الداتا عنه أكتر بشكل
ادق شويه، مش يعني مش مجرد ان انا اخد ان هو بيعمل جولز وخلاص، لا انا بقيت بركز على الجولز اللي هو جابها فعلا الحقيقيه الفعليه بالزبط. اللي موجوده معانا على الفيديو اهو بالظبط كده. فبدات استعين بناس ساعدوني في الداتا ان انا اجمعها، منهم عليا محمد وبسمه شكري، بشكرهم جدا. واحنا كمان بنشكرهم جدا. ساعدوني جدا، فرحونا قوي. سوبر ماريو خلي بالك هو الجيل بتاعنا اعتقد اللعبه دي اتهرت يا جماعه مننا، ومرحله الوحش بقى والحاجات دي. ودلوقتي بقينا ننزلها على موبايلاتنا ونلعبها برضو حتى واحنا كبار. يعني شيري بس حاجة. كان عندنا سؤال انا ونور. مظبوط. سوبر بالصاد ليش؟ يعني عباره عن ألفة. يعني حاجه جديده. ايوه انا تعتبر ألفة كده. انا كنت بصراحه الموضوع ده كان محيرني جدا يا شيرين، ليه سوبر مش سوبر. احنا عايزين بقى تكمله للفيديو ده يا شيرين، مرحله البحر بقى، يعني سوبر ماريو كان بينزل بقى يغطس كده تحت، فعايزينك تكملي. ونشكرك شكرا جزيلا على الحاجه الجميله اللي الواحد بيحب يعبر دايما عن حبه بطرق مختلفه تماما. انت خدتي الكارير بتاعك وشغلك ان انت تعملي لمو صلاح هذا الفيديو. نشكرك جدا شيرين عاطف مصممه فيديو صلاح 2018. هنستناكي تعملي لنا واحد في 2019 يا شيري. يلا فاصل بقى ونرجع لكم على طول، بس اوعوا تروحوا اي حته.